وزير كحجين كحرير كقولي يا شيء تكنولوجيا دا سومالي لان مصطفى محمود علي بيلي أياد دق راشين وحا وكور يجي قدي دهير قرن اقرمت كابارا سومالي لان راشين كاسيو اي سومالي لان وقود ديق دي سدح كونو قوي سو كاميدا داد كيابارو ساميين كواسيو كو دغن مغالا دا عيلبو يد ديقان دا هوسي ماد ديقان كاسيو بادن حولا دا غطو كواسيو اي سغسو حيامي شان قوبل او كاميدا قوبل دا دلكا مناسبة دي راشين كان لغولا كالوريق يينا وحا قوب جوغ يالكا ها ورسيرو دولة وسارة دوح برشادة سومالي لان كانت ترسان قد دا قرمت كابارها إهير قرن برسابك قبل كالسناك برسابك قبل كبرن ماير كادق مدى برن إسو دويال إيه مرتشرف كلي وغو رينا وحا حال كاسي كهالي إسلامر كاسينا ديغ دا سيفا فاهين كبحيي وسير كحيقان كحرير كقلياشا إيه تكنولوجيا دا سومالي لان مصطفى محمود علي بيلي وحاردي كم هاد عيلين إياه تدوينيهن رير عيلبو قنتي بانوشو الدق إياه وعالك ما تتاقن راشين قارية سدح كون أوقوش راشين كاس وحانكو رجيرينا قد ده أبارها وهير قبل إيهير قرنبا مدد رهان شيخ محمود محمد عمر وضياشة دقان كورة تلدو ده أيه ليهين السيدو كلينا وحا خلقاسي كهدلي وسيرو دولة وسارة دوح برشادة السومالي لان محمد حاجي ادن برسابك قوبل كالسناق يحبنا كترسان قد دا قرمت كابارها وخلقاسي ديق دا سي كل وريقي مياد عيلب خانو يفسدوين لما وحولنا يسودوا هذا لما انتو حولنا يسودوا هذا وحكسوه الرئيون لجوغة وسير في مصطفى فقدنا يو برا صاحب علي علي حسين صومالي لما ما حنا ذي نسود هذا هل كاني وحوي مجال هذا علبو دمضة بران قبل كبران وحن سود ويننا وعن لنا هاي كسود هذا قبل كبران وسيرو دولة ها وحبر الشدة يو برا صاحب قبل كسناق محمد عبد الفلاي وإذن كسر دوين إن قبل كا وقبل كيني حال ذا هاي كسر دوين إن وسير هذا بر ال برصاب كا قبل كا برام أنت بواسير هذا برصاب هذا سكال يلا بوا كلا خد ما هي بن كسر دوين إن هي الأرك يسمى قليسين إذا كم هذا اللي نا صدر القيمة هبطن يعني كسر دوين قبل كا برام قارهان دقمد مقالة علبو أكبر ذيك بعد علينا، إن هل كان كنتي وحن غير علبو يغير برنات بجودهن وجمع هاد علينا سد أيدت كي هل كاي سويني سوي جوري اللي بعطيكنا وقابلين أكبر كنتي ذيك بعد علينا جزاكم الله خير إن أدي أكبر كنتي أنا ذيك بعد علينا إن وأنا وح كنتي واجب نقوله أه وإلى هنا إنا فري إن برم بانسك صوب الحين waxaan la yidhin kuwaad ka soo baxday een raashinka yara halkan aan ku wareejinayno wixii ilaahay ina siiyo ba wixii aynu haysano baan ku xisaabtana sheekh maxamed waxa naga gudoontaa saddex kun oo qoys raashin ka kooban taageer raashin ka soo ka kooban een daqiiq bariis sonkor iyo saliid wasiirada waan uga mahadnaqaya soo wareejinta ay nagu soo wareejiyeen annaguna insha Allah ta'ala wadadii u mari jiray maaha markii koowaad aanu ceelbu raashin ka qaybino waxa filaya markana waa markii afraad oo shanaad aanu ceelbu gudaha raashin ka qaybino Cabdiraxmaan Axmed Ilsar Television ka caalamiga Star magaalada Ceergaabo